أصدر مجلس الوزراء في بغداد قراراً حمل الرقم 71 لسنة 2018 يقضي بمنح منسوبي الهيئة العامة للضرائب مخصصات لا تزيد عن 50% من الراتب الإسمي، وذلك وفقاً للضوابط المعدة من قبل الهيئة. أجل مجلس الوزراء في بغداد نقل عائدية شركة الصناعات البتروكيماوية من وزارة الصناعة إلى النفط، ويرجع سبب تأجيل نقل العائدات بحسب مصادر من مجلس الوزراء إلى عرض الشركة للاستثمار في مؤتمر دولي، ويأتي ذلك رغم عدم عرض توصيات لجنة الأمر للتصويت في جلسة مجلس الوزراء رغم مرور فترة على ذلك. قال النائب عن محافظة ديالى رعد الماس إن كمية الحنطة التي تم حجزها قبل فترة والبالغة 6000 طن في ديالى تم إطلاقها إلى المطاحن بعد توقيفها للاشتباه بأنها مسرطنة، وأرجع الماس سبب إطلاق كمية الحنطة إلى أن نزاهة ديالى وشركة الحبوب بالمحافظة قد أجازتها. انتقدت رئيسة لجنة المالية والاقتصاد والاستثمار في مجلس محافظة نينوى ليال محمد علي عدم حضور مديرين بالمحافظة لمؤتمر ناقش معوقات الاستثمار، وقالت النائب إنه رغم إبلاغ أغلب مديري الدوائر بالحضور لغرض عرض معوقات الاستثمار بالمحافظة وصفة عدم حضور المسؤولين بأنه يصب في خانة عرقلة حركة الاستثمار. قال المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء في بغداد إنه قرر إناطة أعمال تطوير حقل مجنون النفطي بشركة نفط البصرة، فيما أرجع سبب القرار إلى أنه سيقلص من التكلفة السنوية للإدارة والتطوير بمعدل 300 مليون دولار على حد قول البيان الصادر عن المجلس. قال مدير عام الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية ميران فريد إن مطار بغداد الدولي حقق إيرادات خلال كانون الثاني 2018 بقيمة 663 ألف دولار، مشيراً إلى أن الخطوط الجوية حققت إيرادات بنحو 243 ألف دولار من عمليات ترحيل الطائرات والأعمال الفنية الأخرى.